لا شو هذا أفعى لي أفعى لي تعال إجا تعال إجا هذا عبارة عن حزام ناسف وضعه جردان داعش هذا جو ياكم لا لا وحده بارك الله فيكم نشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي اللي اليوم وقف وقفة مشرفة ونشكر العوائل النازحة اللي هم بلغوا على هذا الطفل لأنه غريب وماسك بطنه وشكوا به هذا الطفل مو خالي فنشكر لا حبيبي ما سوي لك شيء هاي مو عليك ابني هاي لا هاي طلع عليك ابني تفجر عليك شوف وين وصلوا إلى هذه لا تخاف ابني لا تخاف لا تخافوا اليدي نشكر العوائل شوف الحزام الناسف اللي خلوه بحضان هذا الطفل اللي عمره شوية رجع ما يتجاوز 6 سنوات 7 نشكر العوائل النازحة اللي بلغت على هذا الطفل اللي هو لا حول ولا قوة ونعلك الله على الدواعش وإن شاء الله ما بقى إلا القليل وتحرير الموصل أخوكم خبير المتفجرات حسن بلايس.